ولاية الجلفة ببعدها التاريخي والتراثي وموقعها الاستراتيجي وكونها أحد أهم الولايات الجزائرية بعدد سكانها ومساحتها الشاسعة. حظيت بعناية خاصة من قبل رئيس الجمهورية بهدف إلحاقها بركب التنمية الاجتماعية والاقتصادية واستدراك النقائص المسجلة بها. وتجسيدا لهذه الرعاية استفادت ولاية الكرم والجود من برنامج تكميلي ضخم يعكس اهتمام الدولة بها. ها هي الولاية تلبس رداء التنمية تجسيدا لوعود الرئيس والمتضمن وضع عدة مشاريع من أجل التكفل باحتياجات الساكنة وتحسين إطارهم المعيشي. الجلفة كاتب لها إن شاء الله الله عز وجل باش تكون من أكبر العواصم البرنامج التكميلي للجلفة سيخلق عدة مشاريع اقتصادية من جهة ويعطي دافعا قويا للارتقاء بها من جهة أخرى لتكون الولاية جذابة للمستثمرين بعد أن كانت تعاني الأمرين. الاستراتيجية التي سطرتها السلطات المحلية وعلى رأسها المسؤول الأول عنها عمار علي بن سعد هي مكتملة الأركان لتأهيلها ولتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث سارعت منذ الوهلة الأولى بربط المناطق المعزولة بسبل الحياة وتسهيل لهم عمليات التنقل والتداوي والتمدرس وربطهم بالمياه والكهرباء وغاز المدينة. في إطار يعني تنسيق بين وزارة شؤون وزارة الطاقة ووزارة الداخلية، هنا 550 مليار استفدت منها الولاية لربط بالكهرباء والغاز مناطق المعزولة أو المناطق النائية اللي كانت تسمى قبل مناطق الظل، وحسب كل العمليات هي في طور الانتهاء. والله ما تقدروش تصوروا الفرحة تاع المواطن، يحس وكأنه هذا ونستقل من جديد. عندنا بالنسبة للآخر برنامج مناطق المعزولة هي إنجازت لها جارية تم وضع في الخدمة فيها 11 مناطق اللي راهي جارية فيها الأشغال وجد متقدمة. المصالح الولائية لم تتوقف، بل خصصت أغلفة مالية معتبرة للارتقاء بها وجعلها منطقة آهلة بعد أن كانت مناطق ظل لا تحوي على سبل العيش الكريم واستدراك العجز المسجل. بما أن الماء هو الحياة، قطاع الري بولاية الجلفة استفاد على ما يقارب 1300 مليار سنتيم موزع على 24 مشروعا أهمها 3 محطات لتصفية المياه وحفر آبار للمناطق التي تعذر الوصول إليها. في رئيس الجمهورية خاصة البرنامج التكميلي استفادت الولاية من عدة برامج منها 20 عملية لتحسين الخدمة العمومية للمواطن. عملية تزويد السكنات بالمياه مكلفة وضرورية، فقد تقرر أيضا تقديم غلاف مالي لنظام المعالجة الثلاثية بمحطة تصفية المياه المستعملة بالجلفة.
كما أقرت الحكومة 4 عمليات في الري الفلاحي تتمثل في حواجز مائية في كل من بلدية حد السحاري، خنقة العرعار، والجلفة واد مقنع. وضع خارطة على مستوى كل البلديات. هذه خريطة سمحت لنا بأولا المحور الأول هو تعزيز القدرات الإنتاجية، حيث تم تسجيل 25 بئر عميق الذي يسمح بجلب ما يفوق 38 مليون لتر يعني في اليوم. هذا مما يسمح بالتكفل لعدد كبير وكبير جدا من الساكنة. ولاية الجلفة تحتل المرتبة 3 من حيث عدد السكان في الجزائر، تتوفر على برنامج سكني ثري سيغير من شكلها الهندسي وطابعها العمراني. أربع آلاف سكن إيجاري عمومي، والذي قمنا أيضا بالإجراء تاعه فيما يخص توزيع الحصص على مختلف البلديات بمقاربة أيضا ترتكز على عدد الطلبات، توفير العقار، الاستفادات القديمة، لدوما نحاول أن نضبط أمورنا وتفادي انزلاقات أو التميز بين جهة وأخرى. 6 مشاريع بقيمة أكثر من 2500 مليار سنتيم، رقم سيسمح بخلق العديد من السكنات الريفية وتهيئة أكثر من 3800 مسكن ريفي وأكثر من 4000 مسكن عمومي إيجاري، بالإضافة لتهيئة أكثر من 4500 قطعة أرضية في إطار برنامج الجنوب والهضاب العليا. نحن نعرف السكن هو قطاع حساس وقطاع يعني يضمن استقرار اجتماعي من جهة، ويضمن تحسين ظروف المعيشية والعيش الكريم للمواطن. ولن يتحقق المراد إلا بخلق مناخ استثماري وبيئة صناعية وفلاحية تبرز مكان الاستراتيجية للولاية. بما أنها تعتبر عاصمة السد الأخضر، فالموقع الجغرافي للولاية جعلها منطقة تربط بين الجنوب الكبير والشمال. المجهود متواصل، ففي نفس السياق تواكم مع السياسة الجريئة التي انتهجها السيد رئيس الجمهورية، قمنا بحصر كل الأوعية العقارية المتاحة للاستثمار، والتي أرسلناها إلى الوكالة الجزائرية للاستثمار لترقية الاستثمار لوضعها في المنصة الرقمية وفق القوانين الجديدة، والتي سوف تسمح لولايتنا أن تعرف إنعاش كبير وكبير في جانب الأخر، أن ما يفوق 2100 يعني قطعة أرض التي سوف يتم وضعها لفائدة المستثمرين، كل حسب إمكاناته وإمكانياته وكل حسب طبيعة الاستثمار الذي يرغب المشاركة فيه. مشاريع عديدة ستجعل ولاية الجلفة نموذجا في العديد من المجالات لا سيما الصناعية والفلاحية. خاصة في مبادرة تعد الأكبر من نوعها بغرس أكثر من 1 مليون شجرة في إطار تعزيز السد الأخضر وبعثه من جديد بحلة ونظرة اقتصادية بحتة.
البرنامج التكميلي جاء بغية فك العزلة على الساكنة، فقد عكفت السلطات المحلية للولاية بجال المناطق الصناعية والفلاحية تساعد المنطقة على الارتقاء بها وإيجاد حلول للقضاء على البطالة. وأن تكون المنطقة قاطرة للاقتصاد. استثمار إذا ما أردنا أن نرقى بمدننا إلى يعني أعلى المستويات، وإما إذا أردنا أن نضمن استقرار اجتماعي، لأن الاستثمار هو مدير للاستثمار ومدير للثروة. استثمار يسمح لنا بامتصاص البطالة عبر مناصب الشغل التي فهمت يوفرها الاستثمار، وأيضا برفع مستوى الخدمات. ناهيكم عن الإيرادات الجبائية التي تستفاد منها الولاية لتضخ في حركة التنمية وبالتالي يستفيد منها المواطن. ولاية الجلفة كانت حصيلة كبيرة من خلال عملية الإدماج من 2020 إلى غاية الثلث الأول 2023، أكثر من 33 ألف منصب شغل مستحدث في إطار مختلف البرامج. كل الظروف مواتية في مجال الاستثمار الصناعي عن طريق فتح العديد من المشاريع الصناعية ووضع علامات تجارية كبرى تضمن للساكنة وللجزائر التزود بمنتوجاتها الصناعية المتعددة التي تضمنها الولاية. مناخ استثمار ملائم وفعال على مستوى الولاية التي تحتل موقع جيو استراتيجي بتوسطها لتسع ولايات، تم من خلال توفير عقار صناعي مهيئ وملائم لاحتضان كل المشاريع الاستثمارية. هذه الاستراتيجية الفعالة في خلق مناطق صناعية ستستدرج المستثمرين والصناعيين في شتى المجالات، سترفع لا محالة من قيمة الدخل للولاية ووضع مشاريع أخرى نظرا للبيئة الاستثمارية في المنطقة. وسلعة تاعنا معروفة على مستوى الوطن، ونطمحوا إن شاء الله إلى كتب ربي، إن شاء الله نطمحوا في الاكتفاء الذاتي. كما نوعد سكان ولاية الجلفة كاملة بأن الجلفة ستكون قطب اقتصادي بصفة قوية. بما أن للاستثمار عدة أوجه، فقد راهنت ولاية الجلفة على جال مستثمرات فلاحية كبرى حسب خصوصية الأراضي والمناطق الخاصة بها. الحمد لله حققنا إنتاج، اللهم الله يبارك، وراك تشوف الشجرة الله يبارك، وتقديم لها يد العون بربطها بشبكات الكهربائية وتعبيد لها المسالك لخلق ديناميكية فعالة في الرفع من نسبة الإنتاج. في قطاع الفلاحة يعني عدة محيطات فلاحية أنجزت في هذه يعني الربع سنوات الأخيرة، والهدف منها هو إعطاء فرص للمستثمرين في مجال الفلاحة أنه ينشطوا، وبالتالي الهدف الذي سطره السيد رئيس الجمهورية هو ضمان الأمن الغذائي. ولاية الجلفة تعتبر منطقة فلاحية لا محالة ورعوية بامتياز، فقد شهدت قفزة نوعية منذ بداية سنة 2020 بزيادة في المساحات المسقية وحرص على المحاصيل الاستراتيجية. وفي المرتبة الأولى في إنتاج اللحوم الحمراء والبيضاء. أكبر
ولاية جلفة قطب فلاحي وراعوي بامتياز. مؤخرا ولاية جلفة شهدت تقدم كبير خاصة من 2020 بعد البرامج التي سطرت من طرف السلطات العليا للبلاد، خاصة في زيادة المساحات المسقية. ولاية الجلفة أصبحت تغطي ما يفوق 15% من اللحوم الحمراء لوحدها، و 47% من اللحوم البيضاء عبر القطر الوطنية. هي رقم واحد على المستوى الوطني في إنتاج اللحوم الحمراء وإنتاج اللحوم البيضاء، حيث أنها تغطي ما يفوق تقريبا 15% من وطنيا من منتوج اللحوم الحمراء، وحوالي تقريبا 47% من منتوج اللحوم البيضاء. الموقع الاستراتيجي للولاية والأراضي الفلاحية التي تفوق 2 مليون هكتار مساحة رعوية جعلها ولاية رائدة في مجال الزراعة والفلاحة بكل أنواعها، لتكون مداعما للسوق الوطنية. استفادت الولاية بفضل توجيهات السيد رئيس الجمهورية بصومعة استراتيجية تتسع إلى 1 مليون قنطار، يضاف إليها 8 مستودعات بسعة الواحدة منها 50,000 قنطار، يعني 400,000 قنطار، يعني راح نوسع في قدرة التخزين إلى 1,400,000 هكتار قنطار. مشاريع عدة في مجال الاستثمار تم تجسيدها، إلا أن مشروع السد الأخضر أو ما يعرف بمشروع القرن بعد تفعيله من جديد وفق منظور ثاقب سيغير شكل الجزائر كليا بوضع أشجار مثمرة ستدخل في المعادلة الاقتصادية للولاية وللبلد ككل، والحد من التصخر بعد أن رصدت له ميزانية ضخمة بلغت أكثر من 7,000 مليار دينار جزائري لغرس أكثر من 1 مليون شجرة مثمرة. السد الأخضر، هذا المشروع القرن الذي جاء بنظرة ثاقبة وبإعاز مباشر من طرف السيد رئيس الجمهورية شخصيا، حيث أعاد تفعيل هذا المشروع وبنظرة أخرى. فعلا مشروع السد الأخضر ويعتبر من المشاريع الرائدة في مجال مكافحة التصحر والتغيرات المناخية، ويعتبر تجربة رائدة على مستوى الوطني والإقليمي والدولي، وخاصة ضمن اتفاقية دولية المتعلقة بمكافحة التصحر. وتيرة متسارعة لاستكمال البرنامج التكميلي يعتبر تحدي كبير في الولاية بجعلها ولاية محورية في الوطن، ولن يكون هذا المطلب مجسدا إلا بالحرص على قطاع التربية الذي يعتبر العصب الأساسي والمستقبل الذي يراهن عليه الساكنة. هذا سوف يحسن لا محالة بأولا شغل الأقسام من 50 في بعض الحالات إلى 30، وأيضا يحسن من نوعية التمدرس، وذلك لتحسين ظروف التمدرس. العلم نور والجهل ضلال، من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما معا فعليه بالعلم. ولاية بلد السهوب خصص لها في قطاع التربية حصة الأسد من عدد المشاريع والميزانية،
بإنجاز وتجهيز 15 ابتدائية وتسع متوسطات واثنى عشر ثانوية وأقسام توسعة ومطاعم مدرسية وأغلفة مالية لتهيئة المؤسسات التربوية وترميمها. أجل تحسين ظروف التمدرس تم منح ولاية الجلفة برنامج ثري أكثر من 1600 مليار سنتيم موجهة إلى إنجاز هياكل وهياكل الدعم. قطاع الصحة هو أيضا شهد قفزة نوعية بإنجاز مشاريع هامة ستغير حتما وجه الولاية كليا بمجموع 17 مشروعا بقيمة إجمالية تقدر ب 3220 مليار سنتيم. على سبيل المثال يعني البرنامج اللي كان محل يعني تدشين تاع السيد رئيس الجمهورية هو مركز مكافحة السرطان ل 120 سرير. نحن نعلم أن الولاية يعني تسجل سنويا حسب الإحصائيات المعدة من طرف يعني الصاهرين والمسؤولين على هذا المجال، نسجل حوالي 55 يعني مريض سنويا كانوا يعانون بين ذهاب وإياب إلى مختلف الولايات لا سيما البليدة والعاصمة ليتأتوا يعني العلاجات الكافية. تأبت السلطات العليا للبلاد أن تضع ولاية الجلفة مثال يحتذى به في مجال العناية الصحية والمراكز الاستشفائية المستحدثة بآخر التكنولوجيات وبأطقم شابة تريد الارتقاء بالولاية. على غرار مركز مكافحة السرطان بالجلفة المجهز بكافة الوسائل العصرية وبطواقم طبية مختصة في المجال. عرف قطاع الصحة في ولاية الجلفة قفزة نوعية في الفترة الممتدة من سنوات 2020 إلى سنة 2024، وهذا بإنجاز عدة مشاريع هامة في القطاع، منها إنجاز وتجهيز مستشفى 120 سرير المتخصص في مكافحة أمراض السرطان. هذا الصرح الطبي الهام يمثل بصيص أمل للشفاء لمرضى الولاية والولايات المجاورة، إذ تم نقص عناء التنقل لشمال البلاد طلبا للعلاج من هذا الداء الخبيث. صرح يحتوي على الذي طاقة استيعابية تكون فيه 120 سرير، يحتوي على 12 مصلحة، كل المصالح بالنسبة في مصلحة طب الأطفال الخاصة بالأورام السرطانية، مصلحة الطب الإشعاعي الأونكولوجي، عندنا مصلحة المخبر المركزي، عندنا قسم الأشعة لماجري ميديكال الذي يحتوي على سكانر ويحتوي على الرنين المغناطيسي دي ارام وكل التجهيزات الخاصة به. الكثير من ساكنة ولاية الجلفة لم يكن ينتظر تجسيد مشروع السكة الحديدية في ظرف وجيز وبأنامل محلية،
المشروع لم يعد حلما بل جسد على أرض الواقع، وانتهت الأشغال به ليصبح منفدا حيويا للتنقل أهل المنطقة بكل أريحية. المواطن يعني حركة مرورية متكاملة، يهبط من القطار يلقى الحافلة توصل للمدينة. هدية يعني سخرنا لها 40 مليار، وكل المقاولات تم اختيارها وهي في طور الإنجاز. يضاف إلى ذلك سجلنا على مستوى المركزي مخطط النقل donc le plan de transport، كما سجلنا في إطار البرنامج التكميلي 3 مخططات للسير les plans de circulation. محطة قطار الجلفة الجديدة مسودة بكل سبل الرخاء التي ستجعل المتنقل يتنقل بكل أريحية وفي الوقت المحدد دون نسيان الفوائد الاجتماعية والاقتصادية المترتبة عليها لنقل البضائع صوب ولايات الوطن وتحقيق نوعية الخدمات بشروطها الثلاثة: الراحة والأمان وأقل تكلفة. شبكة نقل بالسكة الحديدية اللي تعتبر حلقة من حلقات المشروع الوطني للسكة الحديدية بولاية الجلفة، أصبح المواطن له خيار آخر للتنقل بدل الحافلة وسيارة الأجرة. استفادت الولاية من مشروع إنجاز شبكة على مستوى الولاية تقدر طولها ب 321 كيلومتر عبر 6 محطات، منها 3 محطات لنقل البضائع مزدوجة لنقل المسافرين البضائع، وست محطات لنقل المسافرين. على غرار خط السكة الحديدية وتبعا لبرنامج رئيس الجمهورية، ها هي الولاية تستفيد من برنامج تكميلي هام خاصة في قطاع الأشغال العمومية بمبلغ أكثر من 4900 مليار سنتيم، يسمح بإعادة التأهيل وصيانة الطرقات عبر الولاية، حيث سيتم صيانة أكثر من 1700 كيلومتر من الطرقات من أصل أكثر من 3500 كيلومتر عبر الولاية بمعدل 49% من الشبكة الحالية. في مجمل هذه القرارات سمحت بتسجيل 153 كيلومتر من الطرق المهيكلة وتعبيد أكثر من 567 كيلومتر من الطرق الوطنية وطرق ولائية وبلدية بطول أكثر من 1000 كيلومتر. من هنا كان الاهتمام السلطات العليا وعلى رأسها رئيس الجمهورية بهذا القطاع، حيث خصص في إطار البرنامج التكميلي أو الاستدراكي لولاية الجلفة خصص لها قيمة أو مبلغ لم تستفد منه ولاية الجلفة منذ الاستقلال، وهو 49 مليار دينار جزائري. قطار التنمية في الولاية انطلق، ولا يمكن الحديث عن المستقبل إلا بذكر التعليم العالي والبحث العلمي الذي حاز على مبلغ 56 مليار سنتيم موزع على 8 عمليات، أهمها كلية الطب والمدرسة الوطنية العليا للفلاحة ومعهد الهيدروجين والملحقتين الجامعيتين في منطقة عين والسارة ومسعد لتوفير تخصصات أكثر بالجامعة يستفيد منها الطلبة. 196 étudiants. Les étudiants sont de 3 wilayas: wilaya de Midea, wilaya de Tismsilt, wilaya de Djelfa.
Au total, ils sont 196 étudiants. Ils sont répartis ici dans les deux amphis et les quatre salles. وفيما يتعلق بقطاع التكوين المهني، فقد تم تسجيل دراسات من أجل 9 هياكل تكوينية جديدة موزعة عبر إقليم الولاية لتزويد المستثمرات الصناعية والفلاحية الكبرى باليد العاملة التي سترفع التحدي لاستكمال مسار البناء بالولاية. أما الآن ومن خلال البرنامج التكميلي قد سوف تكون تغطية بالنسبة للمؤسسات التكوينية ما يقارب 107% من خلال البرنامج الضخم الذي سخره السيد رئيس الجمهورية في البرنامج التكميلي الذي استفادت منه ولاية الجلفة. البرنامج التكميلي سمح بوضع خارطة جديدة بولاية الجود والكرم، حيث خلق التقسيم الإداري والجغرافي الجديد قفزة نوعية إدارية. قرار مثل هذا سيضمن ولاية المنتدب عين والسارة أن تضم 4 دوائر و10 بلديات بمساحة إجمالية تبلغ 6265 كيلومتر مربع، ويقدر عدد سكانها بأكثر من 350 ألف نسمة. من إنشاء الولاية المنتدبة هو كما قلت تقريب المواطن من الإدارة. شرعنا في دراسة ملفات كانت من قبل تدرس على مستوى الولاية الأم. حاليا والحمد لله بدينا ندرسوا في ملفات على المستوى المحلي، وتبليغ الانشغالات والله على حالة الانشغالات تاع المواطنين على مستوى الولاية المنتدبة. غير بعيد عن قلب ولاية الجلفة مسعدية الأخرى قد ضمنت لنفسها مكان في التنمية المحلية، والبرنامج التكميلي الذي أقره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون التي تتكون هذه الولاية المنتدبة من دائرتين تضمان 8 بلديات بمساحة إجمالية تبلغ أكثر من 15 كيلومتر مربع وتعداد يفوق 300 ألف نسمة. ولاية مسعد المنتدبة التي تضم 8 بلديات بمجموع سكان يقارب 250,000 نسمة على مساحة شاسعة نسبيا تقدر بأزيد من 15,500 كيلومتر مربع، استفادت هذه المقاطعة زيادة على البرامج التنموية العادية من برنامج تكميلي أقره السيد رئيس الجمهورية لاستدراك فوارق التنمية بين هذا الإقليم الهام وباقي الأقاليم عبر الوطن. هاتان الولايتين المنتدبتان ستضمنان للساكنة خدمة التنمية أو الحرص على تقديم الإضافة للسكان والاستجابة لتطلعاتهم قصد إعطائهم دفعة قوية للتنمية المحلية من خلال الالتزام بتجسيد خارطة طريق لإنجاز البرنامج التكميلي. البرنامج التكميلي الخاص بولاية الجلفة سيعطيها طابعا فريدا من نوعه، خاصة وأنها ولاية محورية تربط 9 ولايات، ومعبرا خاصا لكل المنتقلين من الشمال إلى الجنوب الكبير ومن شرق البلاد إلى غربها. هذا الإجراء سيكون بمثابة حلم قد تحقق للساكنة، وبعد طول انتظار أضحت ولاية الجلفة قاطبة للسكان والمستثمرين. زيارتنا وتنقلنا إلى هذه الولاية المضيافة مكننا أن ننقل لكم وبعين الحقيقة مدى اهتمام الدولة الجزائرية ورئيسها بهذه الولاية، حيث لمسنا طيلة فترة إقامتنا وإعدادنا هذا الروبورتاج حجم الاستثمارات والميزانيات التي ضخت خدمة لساكنة هذه الولاية والارتقاء بها.